يسير عمر في يوم من الأيام فيسمع نداء امرأة عجوز تنادي وهي تقول أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله. فجاءها عمر وقف أمامها ولم تعرف أنه عمر. قال أيها المرأة، من هذا الذي تدعين عليه؟ وما الذي يعرف؟ كيف يعرف عمر أنك في هذه الصحراء؟ أنت في صحراء بعيدة، كيف يعرف عمر عنك وعن أخبارك؟ فنظرت إليه قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. فعاد عمر إلى المدينة وذهب إلى خادمه، ثم جاء إلى الدقيق وقال لخازنه احمل علي الدقيق، احمل علي الدقيق. تخيل معي، عمر بلغ 70 عاما ويطلب من خادمه أن يحمل عليه الدقيق، فخادمه خجل، خاف، قال أو عليك يحمل يا عمر؟ قال احمل علي الدقيق، تكلتك أمك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي الدقيق، تكلتك أمك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ فحمل عمر الدقيق وصار من المدينة إلى الصحراء إلى تلك المرأة، ثم جلس عندها، ثم بدأ يطبخ لها ويجهز لها طعام العيال. فنظرت المرأة إلى عمر وهي حتى الآن لم تعرف أنه عمر، قالت والله والله إنك لأحق بالخلافة من عمر، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر. قال يا أمة الله، إذا جاء الصباح فاذهبي إلى أمير المؤمنين أنا سأخبره عنك. فجاء الصباح وجاءت تلك المرأة إلى عمر، دخلت عليه وإذ بها ترى الرجل الذي جاءها بالأمس، فتراجعت تريد أن تعود، خافت، لأنها هي التي قالت أشكو عمر إلى الله، وهي التي قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا. وإذا بعلي يقول يا أمير المؤمنين، وعثمان يقول يا أمير المؤمنين، وهي تنظر، فخافت ووجلت. قال تعالي يا أمة الله، لا عليك يا أمة الله، تعالي. فتقدمت فنظر إليها عمر ثم قال يا أمة الله، ما جئت بك هنا إلا لأنني أريد أن أشتري منك مظلمتك، بكم تبيعينيها؟ قالت بما يا عمر؟ قال ب40 درهما. قالت قبلت، قال قد قبلت. ثم قال يا فلان اكتب، لقد اشترى أمير المؤمنين من هذه الامرأة مظلمتها ب40 درهما، وقد شهد على ذلك علي وعثمان. ثم أعطى الامرأة ال40 درهما وحمل الورقة، وحمل الورقة، ثم قال لأصحابه خذوا هذه الورقة، إذ أنا مت فضعوا هذه الورقة بين جسدي وكفني لعلي ألقى بها الله يوم القيامة، إذ أنا مت فضعوا هذه الورقة بين جسدي وكفني لعلي ألقى بها الله يوم القيامة.